هقول لك بوزيشن واحده بقى. ماشي ماشي. دكتور. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن السكال اللي نبدا فيها، ان السكال مهم جدا. فابشر ان شاء الله. وضعين اثنين بس في السكر، لكن في الاول هنتكلم عن كذا نقطه، وبعد كده هنديكوا اجازه من الاشعه لمده اسبوعين نظرا وظروفنا يعني سفرات الى الخارج. انا والدكتور علي في مؤتمر للاشعه. تروح تقول له سلام يا باشا. هنبدا النهارده بالاستفتاحيه بتاعتنا كده، وبعد ما نبدا ان شاء الله هبدا معاكم بقى نخش في ايه؟ في نظام الغالي. هنتكلم عن كذا نقطة توبكس بتاع المواضيع في موضوع السكال راديوجرافي. أول حاجة هنتكلم فيها السكال لينز أند لاينز. إيه الفرق بين اللاين؟ لاين منظر لين مسطح. يعني زي الفرق ما بين الخط والورقة اللي فيها الخط. تمام؟ ده اللين وده اللاين. تاني نقطة هنتكلم فيها أنا هديكم سكال أناتومي إن بريف، يعني باختصار. تاني عالم متأكد إن الدكتور عصام هي اللي لا لسه ما دخلناش عليها، هو بيتكلم حاجة. تاني نقطة هنتكلم فيها هنتكلم إيه البارتس اللي هنناقشها أو هنقدر نشرحها، وإيه البوزيشنز المتوقعة لكل واحد، وفي الآخر خالص هنحاول نصفي البوزيشنز ديت البوزيشن الأساسية أو البوزيشن سبيشال. وبعد كده نبدا نتكلم عن البوزيشن لكل جزء على ايه؟ على حده. نبدا؟ طيب في هنتكلم عن ثلاث حاجات في الاول. اول حاجه اللاند ماركس. يعني ايه اللاند ماركس؟ علامات. لاند يعني ايه؟ ارض. ماركس يعني علامه. علامات على الطريق. علامات توضح لي اللي هي الاماكن الاساسيه اللي انا هتعامل معاها. تمام؟ يعني لما بقول اللاند ماركس بتاعت المنصوره هي المحافظه الاستاد الجامعه دي اسمها اللاند ماركس الاساسيه. يقول لك هي عندي ناحيه ايه تقول لي عند الاستاد او عندي ايه عند المحافظه او عند الجامعه. ده معنى كلمه لاند ماركس. تاني نقطه هنتكلم عنها هي بلينز. بلينز او زي انتوا عارفين طبعا الساجيتال والكورونال والاكزيال بلينز. لو مثلا مختلفه شويه بالنسبه للاستاد. بعد كده في لاينز. دي لاينز دي اللي هي واصله من مكان لمكان من اللاند ماركس اللي احنا هنقولها دلوقتي. واللاينز ديت هي اللي انا هقول لك اسجد اللاين الفلاني في الوضع كذا بالطريقه الفلانيه. تمام؟ يعني لما اقول لك اعمل اي بي مثلا او بي اي سكال اقول لك حط لي اللاين ده يبقى في الريكوار او عمودي على الفيلم بتاعك. حط لي اللاين ده يبقى بارل.